قبل ساعتين من الآن بثلاثة صواريخ مصيبة طائرات الاستطلاع الصهيوني، يعني خطوة جريئة قامت بها المواطنين بالتجمع أو بالتجمهر أو الاعتلاء أسطح فضح هذا المنزل يعني لمنع طائرات الاحتلال. أن يتعرض الناس وأن يواجهوا الطيران العسكري الإسرائيلي بصدور عارية ليحمي بيوتهم، أعتقد أن هذه سياسة أثبتت نجاعتها، ونحن في الحركة ندعو شعبنا إلى اعتماد هذه السياسة.